السلام عليكم خوتي، تحياتي لكل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم هو عبارة عن تبهديلة كالعادة، يعني يحدث هذا الشيء إلا في الجزائر فقط. كيف؟ أنه ناخب وطني ولا مدرب منتخب الوطني هو اللي يروح ينيغوسي مع لي جوار، هو اللي يتفاوض مع اللاعبين، هو اللي يقنع اللاعبين، هو اللي يتوسط لبعض الجزائريين اللي يحبوا الوطن نتاعهم اللي يسهلوا انضمام هذا من اللاعبين في الفيفا. كقضية فيكتور لكحل اللي باباه هو اللي سور الوضعية تاعه في الفيفا، حقيقة ما نضحكوش، صح واقع، ممكن يضحك الأمر لكن هذا واقع في الاتحادية الحالية، واقع. بنزيما اللي يتكلم مع ماكسيم لوبيز، صح ماكسيم لوبيز اللي الوالده تاعو راهي تجري له باش تسوي له الوضعيه تاعو. حسام عوار اللي راه يحاول معاه بنزيما باش يقنعه، بصح وين راحت الاتحاديه؟ اين هي الاتحاديه؟ اين هو المناجر المنتخب الوطني؟ وين راحوا هذوما الكل؟ وينهم؟ الان بعد ما راهو كان يجري بالماضي مع عوار، وكان في محادثات مع عوار وحاول يقنعه، الاتحاديه حابه تركب الموجه زطشي ومدان حابين يركبوا الموجه. انا في مفاوضات معاه وهنا نديره وهنا رايحين في مفاوضات معاه، والو اوف والو، كثر خير بالماضي. والناس اللي تخدم في الجالية الجزائرية اللي تخدم في الغربة كثر خيرهم، والو. وانا قلت لكم من نهار تعينت الاتحادية قلت لكم جوار ما يعجبوه، وما زلت في كلامي، قريب عامين جوار ما جابوه، سما قريب عامين وباقي الحكاية هي، ما كان حتى حاجة تغيرت. حاجة الوحيدة اللي تغيرت انها الدولة الجزائرية جابت جمال بالماضي، نقطة وارجع للسطر. جمال بالماضي الان يخدم في خدمة الاتحادية، يحاول كيفاش يقنع اللاعبين، يحاول كيفاش يعطيهم يشرح لهم مشروع كما نقولوا حنا المشروع الرياضي للمنتخب الوطني للاعبين، يأهلهم في يحاول كيفاش يشوف معارف باش يأهلهم في الفيفا، يسوي لهم الوضعيه تاعه. وين المناجر؟ وين الاتحاديه؟ انتم تقولوا الاتحاديه اللي السابقه اتحاديه فاشله، واتحاديه داتنا للهلاك، واتحادية داتنا للخراب. معليش، الاتحادية الفايتة داتكم للخراب. شكون اللي جابوا الناس؟ الاتحادية السابقة ولا الحالية؟ شكون اللي جاب النصر؟ الاتحادية السابقة ولا الحالية؟ نزيدكم، والناس نهار اللي جابوه باش تعرفوا الناس كيفاش تخدم الاتحادية السابقة كيفاش تخدم، والاتحادية الحالية كيفاش تخدم. الاتحادية السابقة لما تعرف باللي عاجب لاعب تخدم في صمت، تخدم في صمت، ما تبينش خلاص. اما هذه انا عنديرو وانا عنديرو وما كان والو، اوف ما كان والو. بالماضي هو الوحيد اللي راهو يخدم، نقطه وارجع للسطر. بالماضي هو المنقذ نتاعهم، قلتها سابقا نعاودها، بالماضي هو اللي يحاول ينقذ هذه الاتحاديه. ولو يروح بالماضي بعد كاس افريقيا، لا قدر الله ما نتمناوش حنا، لو يروح بالماضي بعد كاس افريقيا تشوفوا واش يصرى. نزيدكم، لو قدر الله كفريق الوطني ما يدير والو في كاس افريقيا وبالماضي يرفع الراية البيضاء ويستسلم مع هذه الاتحادية ويستقيل، تشوفوا واش يصرى. خطرة هما ما يساعدهمش هذا بالماضي، قلت لكم ألف مرة ما يساعدهمش هذا بالماضي، ما يساعدش الاتحادية. هما ركبوا معاه في الموجة، شافوا المناصرين معاه، شافوا الصحافة معاه، الشعب معاه، يقول لك هيا نركبوا في الموجة، هاو جا اللي سكت علينا للكلام. الاتحاديه هذه من اللي جات وهي في الفضايح، يقول لك هاو على الاقل هاو هذا بالماضي دوك يسكت علينا الناس، هانا توفى بيان الساعه هذه وخلاص. بس صح نقولها لكم، لو يروح بالماضي، لو يستقيل بالماضي تشوفوا كوارث وفضائح، كوارث وفضائح في الاتحاديه. نرجع الموضوع، والناس نهار اللي جابوه رجال، والناس هذا كان يعاني في النادي نتاعو، وكان نقولها لكم كان يروح لكيب دو فرانس، والناس هذا تموا البوردو يحطمون فيه، يهبطوا لعب حتى في ليكيب ريزيرف تاع بوردو،
علاش؟ خاطر خير لالجيري والرجال جرات الرجال جراو باش اهلوه في الفيفا. الان الاتحاديه هذه قلنا لكم ما نقارنوش، نكملوا بالنصر، خطفوا من المروك، المروك اللي كان عايديه لقجع وجماعه خطفوا، علاه درك راه فرحان لقجع راح له راه روا الغول راه روا راح له ما بقالوش. درك عطلو صاحبو زادش يدير واش حب، الجوار اللي عنده جنسيه مغربيه وجزائريه تديه المروك مغمض عينيها هاك تغمض عينيها وتديه، ما عندهاش اتحاديه. قلت لك الخصم الوحيد والعدو الوحيد للجامعه المغربيه الملكيه لكره القدم هو روروا، راح روروا الساحه فرغت، ديروا واش حب لكم. اذا غلام شكون اللي جابو؟ غلام كان يلعب، كان مرشح باش يكون يلعب تيتيلار في ليكيب دو فرانس، خطفوا من ست تيان، وبعد ما خطفوا لونترينر نتاعو داروا في ليكيب ريزيرف وما كانش يلعب حتى مع لونتريني مع لي جوار ما كانش. علاش؟ خطر خير فرنسا، خير عفوا خير منتخب الوطني الجزائري وما خيرش فرنسا. شفتوا الفرق؟ ناس تخدم في الهدوء وتخدم في الخفاء، تخدم في الفيفا، تخدم تجري. ما الاتحاديه هذه والله ما على بالها بواحد، ليسونسييل بيعوا لي جوار، لعبوا لي جوار تاع الباك، حاولوا كيف نبيعوهم، ما بعنا ما حقلناش بالماضي لعبهم في الكيب ناسيونال، نبززوا بهم في الشامبيونات تاع الجزائر ونبعثوا الدرام. قال هاكا في البلاطو الفلاني تكلم وضرب الشيتنا للجوار تاع الباك، انت ثاني هاك شيتنا في الجوار تاع الباك باش يتباعوا. هذه هي راه ماناجي راه يخدموا في البلاطوات وباش يبيعوا للجوار تاع الباك. وقتها ورجعت ما كان والو، لا مشروع رياضي لا الاتحاديه لا تطوير كره القدم لا اوف اوف هفي هف، ما كان والو هفي هف. هذو ما جاو يبيعوا لي جوار وصاتهم بي نقطه ورجست، ما كانش مشروع، ما كانش المنقذ الوحيد نتاعهم درك بالماضي. درك عاد يركب في الموجه، بدان يركب في الموجه، زدت يركب في الموجه، هانا رايحين نتفاوض مع عوار، هانا رايحين نجيبو لكم عوار، ما كان والو. الفضل والفضل الفضل الكبير يرجع الجمال بالماضي والجاليه الجزائريه اللي في الغربه عملت عمل كبير. اذا جا عوار، احنا في حاله اذا جا عوار وما خطفوش ديشان، الفضل الكبير يعود للجاليه الجزائريه اللي في الغربه، والفضل ايضا لجمال بالماضي. نقطه ارجع للسطر، ما كان لا اتحاديه لا ماناجير، لكن ديجا كنت ترجع بالذاكره قبل 7 ولا 8 شهور واش كان يقول مدان؟ كان يقول خلاص ملف عوار طويناه، خلاص ماهوش يلعب مع ليكيب ناسيونال تاع الجيري وما حبش يجي للجزائر ورحنا له ما حبش يهضر معانا وما قلنا ارجعوا للارشيف تلقاو الهضره هذه، وما حبش يلعب في ليكيب ناسيونال تاع الجيري وخلاص الملف هذا طويناه هو وبرشيش هما راه ما جابوا حتى جوار وما يجيبوا حتى جوار وما همش حابين يجيبوا حتى جوار. فرق اني حاولت ما قدرتش، وفرق انا مانيش حاب، انا ماني حاب نجيب حتى لاعب، انا ماني جيب. انت يعني يعني يا خوتي بالعقل بالمنطق، كيف الاتحاديه تفاوض لاعبين مغتربين وهي في نفس الوقت تدير منشور وبيان، تسب في هذا من اللاعبين؟ يعني منطق، ما تحبهمش وما تحب حتى جوار يجي، على بالهم كون يجي جوار من الهيه يبان تاع الباك ما يتباعوش، كي عرفوا جمال بالماضي هنا مفرمي والو ما تجيب لا الحق لا باك لا والو، انا اللي يلعب ما يهمنيش لا باك ولا مش باك، اللي يلعب يدخل المنتخب الوطني باش تفرضهم عليا ما كانش. كي عرفوا هنا مقود في راسه ما كانش، هنا مفرمي والو. واش داروا؟ عادوا يخلصوا في الناس بالدرام في البلاطوات باش تهضروا على اللي باك، ما عندناش لاعبين في البطوله، عندنا غير تاع البارادو. شوف اسيدي عطال منين جا؟ ما جاش من جيسكا، ما تقولناش ما عندناش لاعبين في البطوله، عندنا حبيبات وي حبيبات كاينين دي جان صغار بصح ما كانش اعتناء به، بصح ما تسوقناش الوهم ما عندناش لاعبين، بصح عندنا لاعبين تاع بارادو. كي عندكم لاعبين تاع بارادو مزيان، هذاك وراح راح لطوانيا وتلفوه رجعوه، راح لطوانيا اضعف بطوله في اوروبا وتلفوه مش معترف بها اصلا وتلفوه، قالوا روح ما عندكش نيفو. هذاك منصوري اللي قلتوا عليه ميسي وراح كان والو،
منصوري، قلت لنا ميسي، عندنا ميسي بن شيخ يضرب اه منصوري ميسي ميسي منصوري ميسي، ما كان والو. جا للمولوديه ما كان والو، راح ال ام سي يو ما كان والو. زيد واش قلت لنا لي فورميتي تاعكم؟ تقولوا لي فورمينا ما كانش، ما كانش. الوحيد اللي تفورما مي تسماش فورما ود الحراش، لما نيش غلط ود الحراش هو عبد ناف الله يرحمه، هذاك الوحيد اللي كان ينطريني مع من؟ مع نبيل فقير في اولمبيك دي ليون، كندير في التست مع نبيل فقير. مام نبيل فقير كان مدخل معاه في الشومبره مع بعضهم، شومبره فريده مع بعضهم، ويحكي معاه ويقصر معاه ونورمال، ومحتك بعيه ومحتك بيه وفرح بيه. كان الناس يقول نبيل نبيل فقير حركي. نبيل فقير اولاس كي شافوا الجوار هذاك ما حكامش البوست نتاعو ولا محتاجينه ما يعطيهولكش، ما يعطيهولكش. نبيل فقير قلت لكم كان صاحبه عبدو ناف، عبدو ناف هذا اللي يلعب في الباك، عبدو ناف هذا ود الحراش. تجيب لي لاعب في عمره 16 17 سنه و 18 سنه تقول لي اني فورميتو، تمسخر بمن؟ اول مره نشوف فورماسيون تاع لاعب جواد عنده 18 سنه تفورميه كذا وجا خلاص وش بقى؟ هذاك شريته من انا اكيب. انا مثلا انا السيربي نجيب جواد في عمره 18 سنه لعبوا عامين ونبيع نقول اني فورميتو. الناس تضحك علينا يا ناس، خافوا ربي الناس تضحك علينا. فورماسيون تبدا ملي 6 سنين واطلع، تجيب جوار تجيب طفل، وطفل يقرا سنه اولى ابتدائي 6 سنين وانت تخدم فيه تخدم فيه، يطلع 18 20 سنه تبيعه ونقول لك وي هذه هي فورماسيون. باش تجيب لي جوار عنده 17 18 سنه تلعبوا عام زوز تبيعه تقول لي يعني كونتوا مسخروا بينا؟ باش تعرفوا الغباء يستغبوا في الناس باش بالدراهم وبالشيتا تاع الصحافه. اذا خاوتي من المختصر المفيد، اتحادية زاتشي بقيادة زاتشي ومن معه وجوا مدان راهي راكبة الموجة تاع بالماضي. هاللي راه بالماضي تتكشف بزا أمور العديد من الفضائح. مهم خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.